قصتنا النهاردة هتحكي ازاي تعمل فلوس وتبقى من الاغنياء. بيحكيها رجل اعمال مصري بيحكي قصة اول فلوس عملها في حياته. طب تعالوا نشوف عمل ايه علشان نعمل زيه. الرجل ده كان محاسب صغير جدا في شركة صغيرة في مصر. بيقول مش عارفين نعيش لا انا ولا مراتي. بيقول بعدها بفترة جالي عقد عمل في السعودية، ففرحت جدا وقلت انا هعمل فلوس كتير وهكسب فلوس كتير وحياتنا هتتعدل. طبعا الكلام ده كان في السبعينات. فبيقول رحت لقيت اللي بقبضه بصرفه ما بين الإقامة وما بين الانتقالات، فببص ايه ده انا ما عملتش فلوس، وبعدين كمان مراتي جات لي فبقينا يدوب عايشين بالعافية. فمراتي قالت لي احنا قاعدين هنا ليه؟ طب ما نرجع مصر احسن، احنا يدوب اللي بنقبضهم كد اللي بنصرفهم ومش موفرين ولا بنحوش حاجة. فقال لي مراته طيب حتى نحج السنة دي، معقول انه جينا هنا مثلا سنتين وما نحجش؟ نحج وبعد كده نرجع مصر. المهم بقى هو وقاعد يوم عرفة في الحج، كان ساعتها او ايامها الحج صعب شوية وناشف جدا في الاكل والشرب للحجاج والكلام ده. فبيقول لي مراته ايه ده مفيش لقمة ناكلها، ده مفيش شوية مية نشربها، طيب بقية الحجاج دول بيعملوا ايه؟ بياكلوا ويشربوا ازاي؟ فمراته قالت له يا عم سيبك من الكلام ده وركز في العبادة. ففتح المصحف وبيقرا في سوره الحج، فمر على الايه اللي بتقول وليشهدوا منافع لهم. ربنا بيقول لنا في منافع في الحج. فسكت شويه كده وقال لمراته لقيتها. قالت له لقيت ايه؟ قال لها احنا مش هنرجع مصر. قالت له امال هنعمل ايه؟ قال لها احنا هنعمل هنا اول بزنس لينا علشان ربنا قال لنا وليشهدوا منافع لهم، الحج فيه منافع. قالت له طب هتعمل ايه؟ قال لها انا هعمل حاجه هتخلينا اغنياء وهتخلينا من اغنى الناس. مش هتصدقوا الرجل ده عمل ايه هو ومراته، وبقوا من اكبر رجال الاعمال في السعودية. الرجل قال لمراته انا هعمل حاجة حلوة خالص. قال لها انا السنة الجاية هأكل الحجاج. قام رايح بعد ما خلصوا الحج اتفق مع كل اصحابه انهم يجمعوا فلوس علشان يستثمرها، وبدأ يعمل معلبات 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 للحجاج، وفضل يعمل المعلبات دي اليوم عرفة والمنى والمكة. طبعا في السبعينات الأمور كانت مختلفة وكلها كانت حاجات مجففة. ووقف قام عامل زي كده نصبايا أو شادر صغير، وبص لقي نفسه بيبيع خلص كل الحاجات اللي معاه، وبص في آخر حاجة لقي معاه شوية فلوس. قام رايح للناس اللي أخذ منها فلوس رجع لهم فلوسهم وعليها الأرباح بتاعتها. الناس قالوا له ومين قال لك ان احنا عايزين فلوس؟ ده احنا هندي لك 3 اضعاف فلوسنا علشان تستثمرها في موسم الحج اللي جاي. قام عامل في موسم الحج اللي جاي زي كشك صغير كده بيبيع فيه، واتفق كمان مع 2 تانيين انهم يحطوا كشكين تبعه، وبدا يدور التجاره دي مين هينفع الناس ومين هشتغل. بعد 3 سنين اصبح معاه 12 كشك. بعد 7 سنين بعد ما السعوديه بدات طبعا تتطور خطوه خطوه، كان هو عمل اول فلوس بجد وحقيقية في حياته، واسس بالفلوس دي اول شركة ليه وتنقل بيها نقلة كبيرة جدا. طبعا كل اللي بيشوف القصة دلوقتي بيقول مين الرجل ده؟ الرجل ده هو الدكتور حسن راتب، وانه صدق الاية اللي بتقول فليشهدوا منافع لهم. اول فلوس عملها في حياته كانت جوا موسم الحج. اللي يثق في كلام ربنا سبحانه وتعالى ويشغل دماغه هيربح ويبقى من المحسنين والطيبين عند ربنا سبحانه وتعالى. قصتنا خلصت. لو عجبتك حلفتك بالله اشترك في قناتي على اليوتيوب وفعل زر الجرس، واستنى اجمل القصص والحكايات.